بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عند عباده الشاكرين ونصلي ونسلم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم اما بعد، ابنائي الاعزاء، السيدان الحفاظان الجليلان سي موسى وسعد الدين، سلام الله عليكم جميعا. واحد النهار كبير وكبير بزاف، الفرحه ديالنا الله هو اللي كيعلم بها، يعني نفرح حتى القرنت انه نجلس بينكم. انتم لستم كجميع التلاميذ، على حدي انا معلم ولكن لم نذهب ماشي بحال التلاميذ عندي، انا ماشي بحال الاستاذين الجليلين ديالكم، لا ابدا، ما يمكنش نستواو، ما يمكنش. لان علاش؟ ماشي كنقولوا هذاك الشيء مجامله، ماشي كنقعد هني باش نزوق الحاج واحد، لا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا خيركم المخير فيكم. واش كاين شي واحد ما بغاش يكون المخير ديال الناس؟ كاع كنبغيو نكونوا مخيرين. هو راه المخير ديال الناس من تعلم القران وعلمه. هذه رساله كنوجهوها للسي موسى وللسي عز الدين. المخير ديال الناس هما اللي حفظوا القران وتعلموا القران وعلموه للناس. هما دابا وصلوا لهذيك الدرجه وتربوا رب العالمين، حتى انتم اولادي غادي تستمروا في هذا الطريق العظيم وتعلموا القران الكريم وتحفظوه وتعلموه للناس الاخرين. تعلموه العائله ديالكم، الاصدقاء ديالكم، لولادكم وغير ذلك، وهكذا كتمشي السلسله. راه هذا المشهد هذا اللي كيغير به الناس الانسان، هذا هو اللي كيحسدون عليه، يحسدون عليه باش هذا الشيء، هذه الزمره الطيبه، هذه المجموعه الطيبه المباركه، راه شي حاجه كبيره عند الله سبحانه وتعالى. المخير فيكم اللي تعلم القران وعلمه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوجه واحد الرساله للاطفال وكيوجهها للوالدين اللي بغاو جائزه كبيره. دابا انتم كتسناو والديكم يدير لكم شي جائزه، ها؟ تسناو والديكم ولا يديروا شي جائزه؟ قال شحال، ها؟ ويلي ما عرفتش تكون النتيجه المدرسه، مليح؟ الحمد لله. اذا تأزم النتيجه من اخر الصباح، تأزم الجائزه من اخر الصباح. اي والدينا خاصك تجي الجائزه اللي شغلت تقلب كاع، عم كانوا مسكين اخرى. جائزة عظيمة جدا. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا بأن الأطفال اللي كيحفظوا القرآن يوم القيامة رب العالمين كيعطيهم واحد التاج من النور. هذاك التاج يعني الشيع ديالو بحال ضوء الشمس، شوف شحال الشمس بعيدة علينا، يقول العلماء بعيدة علينا 150 مليون كيلومتر، ومع ذلك ها ما نقدروش دابا نوقفوا برا من قوة حرارة الشمس والأشعة ديالها، شوف النور دابا ما محتاجينش نشعلوا الضوء لا والو. إذا هذاك التاج النور اللي فيه بحال نور الشمس، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي واحد بغى يدير هذاك التاج يستمر يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، يعمل بالقرآن. القرآن فيه افعل لا تفعل، حاجة اللي قلنا ديروها ديروها، على حسب الاستطاعه ديالنا، حاجه اللي قالنا بعدوا عليها وبعدوا عليها. اذا يدير هذا الشيء اللي مشى في هذا الطريق كيستنى هذاك التاج. ثم غادي نعطيو له جائزه الان لوالدينا، باش احنا غير نكونوا السبب، انتم تكونوا السبب باش تجيب واحد الجائزه عظيمه لوالديكم اللي عزاز عليكم بدون شك. اذا واحد الجائزه كبيره شنو هي؟ على هذا التحفيظ ديال القران الكريم، وهو رب العالمين غادي يعطيهم حلته الوالدين بجوج، واحد اللباس، حلة الكرامة، واحد الحلة ما يمكنش الدنيا كاملة نقارنوها بها. وغادي يتخلعوا من هذه الجائزة العظيمة، غادي الوالدين ديالنا يتخلعوا يقولوا يا ربي شنو درنا احنا باش تكسينا هذا الحساء وباش عطيتينا هذه الجائزة؟ يقولوا بأخذ ولدكم القرآن. الله أكبر. أنتم غادي أخذتوا هذه الجائزة حيث نصحتوا ولادكم باش يحفظوا القران.
حيث إذا كان شي صرف شي حاجة على تعليم القرآن تكلفتوا به، ياك والدين كان صرفوا على أولادنا نشيرهم حوايج لكي يمشيوا يقرأوا، كي اللي كيمشي يقرأ في النقل كي يخلصوا، كي اللي كيخلص في المدرسة كي، وكي اللي يخلص شي حاجة ولا ولا غيش الجع لما يخلص غيش الجع أولاده يمشيوا يقرأوا القرآن وحفظوا القرآن وعملوا بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى وجد لهم هذه الجائزة العظيمة اللي هي جائزة الحلة الكرامة، شي حاجة كبيرة ولادي، شي حاجة كبيرة دائما ملي كتكون كتجي ويجيك هذيك العكس، ايوا علاش غادي نمشي وانا يا الولاد غادي نمشي ويلعبوا انا وانا، فكر في الجائزة، هذه الجائزة نتايا تاج منه وفكر لوالديك ترك لهم شوية ديال الخير شنو هو؟ وهو أنك كتحفظ القرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى و دستور ديال الأمة، وهذاك هو النجاة ديال الله، ما في القرآن الكريم ما كاينش شي حد آخر باش نمسكهم ونفكروا في هذا الشيء هذا باش والدينا نردوا لهم واحد شوية ديال الجزاء ديالهم، واحد يعني حتى حنا نكونوا السبب ديال دخولهم الجنة، لأن من غادي يلبسوا هذه هذيك هي الشفاعة ديال الله سبحانه وتعالى أنهم سيدخلون الجنة، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ثم أبنائي ما نساوش، لأن ربما كاين الناس اللي ربما ما عندهمش ولادهم الصغار غادي يحفظوا من القرآن، أو ربما ما عندهمش هذا الظرف، هذا الظرف الملازم، ما عندهمش هذا الكرامة ديال هذا الحفاظ اللي كيضحيو معنا باش يعلموا الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، ربما ساكنين بعاد مثلا في الخارج، ربما في كذا، ومن غادي يشوفوا هذا الفيديو وكانوا شافوا الفيديو ديالو كيبقى فيهم الحال. ولكن ما تنسوش بأن حتى رجال ونساء عظماء راهم واقفين معنا فضل مش واحدة، كاين اللي واقف معنا بمالهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى فضل نهار كريم، وحتى انتم تدعيوا معاهم مع هذوك الناس اللي راهم يساهموا معنا باش هذا المشروع ما يوقفش، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم صدقاتهم وان يجازيهم بذلك الجزاء العظيم الذي اعده الله سبحانه وتعالى لمن تعلم القران وعلمه، الذي اعده الله للوالدين الذين يعني يشجعون ويعلمون ابنائهم القران الكريم. يعني واخا شي واحد ماشي ولاده هنايا راه برحمه الله وبكرمه وبفضل هذيك الصدقه وهذيك الاعانه اللي كيقدمها لنا هنا في هذا المشروع العظيم، رب العالمين يعطيه هذيك الجائزة ويصلح له الدنيا ديالو ويشافي له المرضى ديالو ويبارك له في الصحة ديالو وفي الرزق ديالو، اللهم آمين يا رب العالمين. إذا كل من وقف، أنتم صغار ولكن عند رب العالمين راكم كبار، ما تنسوناش أولادي، ما تنسوناش الدعاء ديالكم، منين تفكروا في هذا كذا دعيوا معنا، دعيوا مع الحفاظ ديالكم يبارك فيهم رب العالمين ويجازيهم خير الجزاء، ادعيوا مع اللجنة اللي راها مكلفة بهذا الشيء واللي عاون بهذا الشيء ولو بدرهم، ادعيوا معاه ولو بالدعاء، كاين الناس اللي كتعاون اللي محتاجوا كاع بزاف، وهو ان كاين اتقياء، كاين الناس الاخيار اللي راهم هزين هم الامة وكيدعيوا معنا وكيجهدوا معنا وكيفكروا معنا، فنطلب رب العالمين يجازي اي واحد في هذا المشروع، يجازيه اللي كيساهم في المشروع يجزيه جزاء حسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزرع الثبات والصبر، هذا الشيء يحتاج صبر وما كيحتاجش الوقت بزاف، أو مسؤول الرفقة ديالنا غير شوية الصبر، راه كيدير الشيطان والنفس والملاهي وكذا، إيوا نلعبوا ونديروا، نعم راه من حقكم تلعبوا، ماشي غير نقول لكم تلعبوا، ولكن فكروا. ثم بحكم انا معلم اذا انا غادي ندير شي حاجه ماني غير سي تخافي كاع غادي تغادي غادي نجي باش نعاود غاو عندكم يجيبوا سواس يقول لكم ما يمكنش تحفظ القران ودير الاخر وتقرا، راه المتفوقون في المدرسه هما المتفوقون هنا، اللي كيحفظ القران مزيان كيقراو مزيان، ولا غير المنظر ديالكم دابا غير المنظر ديالكم راه كاين بالشر واحد الخير عظيم، شوف تبارك الله، شوف التحسين اللي دايره، شوف اللباس اللي داير، شوف الحجاب على الصغر الناس ما اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، النتائج راه تعطى نتائج
امجر هذا المشروع العظيم راه بداو يتعطاو بداو يبانوا وحنا يلا في البدايه فنسال الله سبحانه وتعالى ان تكون الجائزه العظمى اننا نجتمع مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدرس الاعلى نحن وحفاظنا ووالدينا وذرياتنا واهلينا وكل من ساهم معنا في هذا المشروع العظيم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلكم من النافعين للامه اصلحكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا ان كنتم سببا باش اجتمعنا عليكم حتى حنايا وباش نبداو ان شاء الله معاكم حتى حنايا واحد الاجر في يعني نتقوا به رب العالمين اننا نسعى الى نشر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال عنا بلغوا عني ولو آية إن شاء الله أنتم مش لا تبلغوا آية غادي تبلغوا الستين حزب كاملة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير آمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.